الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الاشتغال بعلم الدين. الناس إذا سمع منهم لفظ كفر ونهوا عن ذلك، يعني واحد سمع منه لفظ كفر ونهوا عن ذلك يقول أنا ما قصدت الكفر، ما قصدي أن أكفر، وليس في نيتي أن أكفر، ويقول مثلا أنا أحب الإسلام، أنا أحب الدين، لا أريد الكفر ولا أقصده ولا نويته ولا أحبه، فكيف يقال له حتى يقنع أن الشخص إذا تلفظ بلفظ الكفر طالما هو بإرادته قاله، لو كان هو يكره الكفر ولا يحبه ولا ينوي الكفر يخرجه ذلك من الإسلام، لو كان هو ما شرح صدره للكفر لكن قال اللفظ بإرادته ولفظه كفر صريح. فهو 70 خليفة هي مسافة 70 عام في النزول، وهذا منتهى جهنم وخاص بالكفار. فلم يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه هو قال أنه لا يرى بها بأسا، يعني كلام الرسول الذي استشهدت به هذا هو في محله. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خليفة، هذا دليل على أن الشخص إذا تكلم بكلام الكفر حتى لو كان هو ما قصد الكفر ولا يحبه ولا يريد أن يكفر لكن بإرادته قاله، هذا يخرجه من الإسلام. هذا دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواية الترمذي. في رواية البخاري إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في شرح البخاري الحافظ بن حجر العسقلاني يقول وذلك ما كان فيه استخفاف بالله وشريعته، يعني هذا الكلام الذي يؤدي إلى الخروج من الإسلام الذي يتحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو ما يكون فيه استخفاف بالله، ما يكون فيه استخفاف بالشريعة، هذا يخرج الشخص من الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرواية قال لا يرى بها بأسا، يعني هو لا يراها ضارة، لا يرى هذه الكلمة تؤدي إلى ما تؤدي إليه، لكن في الحقيقة هي ضارة وهي تؤدي به إلى الكفر، يعني تخرجه من الدين، تخرجه من الإسلام. فهذا دليل قوي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض الملاحدة ممن يدعون العلم ويتزيون، كان من الذين يتزيون بزي المشيخة، يقول الإنسان لا يصير كافرا لو تكلم بالكفر إلا أن يشرح صدره للكفر وينوي الكفر ويعتبر نفسه خارجا من الإسلام ويختار دينا آخر يقول حتى يصير كافرا، ثم للتمويه على الناس يستشهد بآية من القرآن يقول الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، أورد الآية في غير محلها. الآية السياق في هذا الموضع يدل على أن المقصود بهذا الجزء الآية ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، أن الشخص الذي أكره على الكفر هذا الإنسان إذا شرح صدره للكفر رضي بالكفر يكفر، لأن الذي أكرهه بالقتل أكره ظاهره ليتلفظ باللفظ لم يكره قلبه، هو المكره لا يستطيع أن يكره القلب، إنما غاية أمره أنه يكره ظاهر الإنسان. فجاء في الآية ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله، يعني المكره إذا شرح صدره لكلام الكفر رضي به
صار كافرا لأنه ما أكره قلبه أكره ظاهره. الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هو هذا الشخص سيد سابق وضع هذه الآية في غير محلها. الآية الكلام فيها هنا عن المكره، هو جعلها مطلقة عامة شاملة لكل إنسان، فبذلك يكون فتح باب الكفر للناس. قال لهم يا ناس اكفروا، هذا معنى كلامه، قال يا ناس اكفروا ما عليكم حرج والعياذ بالله. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على بطلان كلامه، وسياق الآية يدل على أن المقصود المكره ليس كل إنسان، ليس المقصود أي إنسان. فالشخص الذي يتكلم بالكفر يخرج بقوله الكفر من الإسلام إلا أن يكون مكرها بالقتل أو أن يكون خرج منه على وجه سبق اللسان، يعني هو ما أراد أن يقول الكفر لكن خرج منه بلا إرادة، سبق لسانه فكره، جرى لسانه بما بغير ما أراد فكره، فكره يريد هو أن يقول شيئا لكن لسانه جرى بشيء آخر. أحيانا الشخص يريد صلاة المغرب، في قلبه يريد صلاة المغرب وينوي في قلبه صلاة المغرب، ثم حين يشرع بالتكبير قبل أن يشرع بالتكبير يريد أن يتلفظ بالنية بلسانه، يجري لسانه بخلاف ما يريد قلبه، يقول مثلا أصلي العشاء وفي قلبه هو ماذا أراد، ماذا قصد، المغرب، والنية أين محلها؟ القلب. فالعبرة في النية بالقلب، فإذا كان نوى بقلبه المغرب وهو في وقت المغرب ويريد صلاة المغرب، لو جرى لسانه بلفظ غير صلاة المغرب صلاته تكون صحيحة لأن النية بالقلب. فهؤلاء الذين يستدلون بكلام الله وبكلام الرسول في غير محله لا يجوز السكوت لهم لأنهم يحرفون بذلك الدين. الحاج هدى مثلا بعضهم ماذا يقول في مثل هذا الموضع، يقول أليس الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، أنا ما نويت الكفر، فماذا يقال له؟ الرسول قال إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا أيضا إيراد للحديث في غير محله، يعني يستشهد على زعمه بالحديث في غير محله على شيء باطل، هو كلامه باطل، يضع الحديث الصحيح في هذا الموضع ليستشهد على باطل بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الدفاع عن دين الله أن يرد على أمثال هؤلاء. الرسول لما قال إنما الأعمال بالنيات ماذا أراد؟ الأعمال التي من شأنها يتقرب بها إلى الله، هذا معنى قول الرسول إنما الأعمال بالنيات، الأعمال التي يتقرب بها إلى الله هذه النية فيها معتبرة. نريد الصوم غدا، كيف نصوم غدا بدون نية أم بنية؟ بنية، لأننا علمنا أن غدا رمضان وهذه الليلة هي الليلة الأولى من رمضان، وفي هذه الليلة بعد صلاة العشاء الشخص يصلي، إذا أردتم التراويح قيام رمضان يصلي من هذه الليلة، لأننا نحن في ليلة النهار الأول من رمضان. فالآن كلنا ينوي في قلبه وإن شاء أجرها على لسانه حتى تكون مع القلب، يقول نويت صيام غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، ونوافق مالكا وغيره أيضا، فنقول نويت صيام 30 يوما من شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، نقول نجريها باللسان ونجريها على القلب. المرأة التي تعتقد أنها تحيض عندها اعتقاد أنها تحيض لا تقول نويت أن أصوم 30 يوما أو نويت صوم شهر رمضان لأنها تعتقد أنها تحيض، أما إن كانت لا تتوقع أنها تحيض لها أن تنوي صوم الشهر
كله على مذهب مالك. ثم إن عرض عليها الحيض أو مثلا كانت هي، تعرفون كلكم أظن أنه يوجد حبوب تستعمل تقطع الدم، فهي قالت أستعمل الحبوب يعني لا تتوقع الحيض، فنوت عن الشهر كله، قالت نويت أن أصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، ثم جاء الحيض على غير ما توقعت، فماذا تفعل؟ هنا المالكية اختلفوا، بعضهم قالوا يكفيها أن تنوي عن الجزء الباقي، عن كل الجزء الباقي بعد نهاية الحيض يعني نية واحدة، وبعضهم قالوا تنوي عن كل يوم بيومه، هذا يعني يعمل به وهذا يعمل به في مذهب الإمام مالك. لكن الشافعية يقولون بما أن كل يوم عبادة مستقلة، لأنه يتخلل بين اليومين ما ينافي الصوم من أكل وشرب وجماع، فلا بد من نية لكل يوم، وهذا الأحسن أن ينوي الشخص لكل يوم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو قال من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، يبيت يعني يوقع هذه النية بالليل، الليل من المغرب إلى الفجر، ما بين المغرب والفجر هذا هو الليل. فالشافعية تعتمد على هذا، وهؤلاء مجتهدون وأولئك مجتهدون، فنحن نعمل بالاحتياط، ننوي النية عن كل الشهر وننوي كل ليلة عن اليوم القابل كما فعلنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. الله يعيننا جميعا على الصيام والقيام وحسن العمل في هذا الشهر العظيم الذي قد لا يتكرر على الشخص، لأن الشخص لا يدري متى يموت، الموت من شأنه أنه لا يستأذن أحدا، الموت لا يستأذن أحدا، يأتي في الوقت الذي ينتهي فيه عمر الشخص، الأجل هذا الأجل لا يتغير. لذلك أهل السنة يقولون المقتول ميت بأجله، المعتزلة لعنهم الله يقولون القاتل قطع عليه أجله، فجعلوا للإنسان أجلين، أجل على زعمهم أجله الله له، ثم أجل آخر على زعمهم جاء به هذا الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الفهم السقيم مثل هذا الفهم. أهل السنة على حق، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، قالوا المقتول ميت لأجله، خلص انتهى عمره، لما قتله القاتل قتله في الوقت الذي شاء الله أن يكون هذا نهاية عمره، ليس غير عليه الأجل، لا يستطيع أن يغير الأجل أحد، كما جاء في القرآن وكما قال سيدنا علي الأجل جنة حصينة، الأجل جنة حصينة، معناه شيء لا يخرقه أحد، لا أحد يستطيع أن يغيره. قيل لسيدنا علي احذر فإن أناسا يريدون قتلك، فقال لهم الأجل جنة حصينة، معناه هذا شيء لا أحد يستطيع أن يغيره، هو يعمل بالأسباب لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعتزلة أضلهم الله، قالوا القاتل قطع على هذا الإنسان الذي قتله أي على المقتول أجله، على زعمهم يعني كان له أجل ثم جاء القاتل فقطع عليه أجله، هذا كلام باطل، ومع ذلك سبحان الله هم قبلوه واعتقدوه. الله تعالى قال وكذلك زينا لكل أمة عملهم، أهل الضلال زين لهم ما هم عليه من الضلال، مع أنه ضلال الذي رزقه الله الفهم الصحيح يراه ضلالا، أما أولئك يرونه حقا يرونه صوابا. يعني لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأيده الله بالمعجزات، الذين كذبوه وعارضوه وحاربوه يرون هذا حقا والعياذ بالله، مع أنه أيد بالمعجزات. سيدنا علي لما نصب خليفة، لما رضي به المسلمون بايعوه على الخلافة وخرج عليه الخوارج، صاروا يرون قتاله حقا وطاعة وقربة إلى الله، ولما كادوا له وأرادوا التوجه لقتله يكلم بعضهم بعضا أنك ذاهب لطاعة الله،
والعياذ بالله وهم ذاهبون لقتل الخليفة الذي رضي به المسلمون وهو الذي زوجه الرسول بنته ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال من سب عليا فقد سبني، يعني كأنه سبني من عظم ذنبه. والرسول عليه الصلاة والسلام مدحه مدح عليا بكلام عظيم، قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ماذا يريدون؟ الرسول يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني الذي أنا أنصره علي ينصره، معناه علي على الحق ينصر من أنصر، هذا معناه. ومع ذلك عدوه وسبوه، أليس أمر بسبه على المنابر والعياذ بالله؟ أمر بسب علي على المنابر، والرسول ماذا قال؟ من سب عليا فقد سبني. يزين لهم الباطل. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي رزقنا الفهم الصحيح وشرح صدورنا لهذه العقيدة الصحيحة. يوجد قول عند المالكية المرأة إذا نوت عن الشهر كله ثم حاضر ثم طهر تكليها النية الأولى. يوجد قول عند المالكية أن المرأة قلنا التي لا تتوقع أنها تحيض نوت عن الشهر كله ثم بعد ذلك جاءها الحيض، يوجد قول عندهم أن النية الأولى التي نوتها في ليلة اليوم الأول، في ليلة اليوم الأول تجزئها، تبقى كافية، تبقى مجزئة. هنا أيضا مسألة مهمة في قضية المرأة، يقول الفقهاء المرأة التي تعرف من عادتها أن حيضها ينقطع مثلا الليلة قبل الفجر، وقلنا غدا هو اليوم الأول من رمضان، يجوز لها أن تنوي الصوم، يجوز لها أن تنوي الصوم بالليل وهي تعلم أن دمها ينقطع، وهذه النية تكون مجزئة. يعني هي الآن في الحيض ونحن الآن قلنا في ليلة اليوم الأول من رمضان، وتعلم من نفسها أن حيضها ينقطع هذه الليلة قبل الفجر، فنوت، قالت نويت صوم غدا مثل ما قلنا عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، وحصل ما هي تعرفه من عادتها أن الدم انقطع قبل الفجر، لا نقول لها يلزمك نية أخرى بعد أن انقطع الدم، فهذه النية مجزئة، هذه النية التي نوتها مجزئة أي كافية لها فتصوم. هذا القيد بالمسألة الأولى، قيد أنها تتوقع أنه لا يأتيها الحيض، لأنه لا يجوز لها إن كانت تعتقد أنها تحيض أن تنوي صوم الشهر كله، لا يجوز لها ذلك. كيف تشمل أيام الحيض إذا قالت أصوم شهر رمضان وهي تعتقد أنه سيأتيها الحيض؟ لكن هي لها أن تعتقد أنه هذا قد يتغير، يعني قلت لها هذه المرأة أن تعتقد على الظن أنني قد لا أحيض في هذه المدة في هذا الشهر يعني، وتنوي بناء على ذلك، لأن العادة ليست لازمة كل مرة أنها قد تتخلف هذه العادة، وقد تأخذ حبة من هذه الحبوب التي تؤخذ أو تستعمل شيئا من الأعشاب يوجد أيضا لها ذلك. سؤال يعني قلنا إياها مسألة، قلنا إنه هذه يجوز إنه السيد الشيخ عن التي تعرف من نفسها أنها يأتيها الحيض كل شهر على حسب عادتها، هل يجوز لها أن تنوي في اليوم الأول من رمضان عن الشهر كله على مذهب مالك؟ فقال الشيخ رحمه الله صح صيامها، نعم صح صيامها عن الأيام التي كانت فيها على الطهر الأول، على 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 الطهر أول ما نوت، ولم يصح عنا بعد ذلك. هذا بقيد إنه أنها تعلم من نفسها إنه على حسب عادة. لاحظ جواب الشيخ شو قال؟ شو قال؟ أول كلمة صح صيامها، صح صيامها، يعني في الأيام التي كانت على الطهر. عم بيحكي هو عن الصحة، عم بيحكي الشيخ رحمه الله جوابا على السؤال أنه صح
صومها عن الأيام التي كانت فيها في الطهر، هذا جوابه. صح، عن نيتها. هذا نيتها ما هو صومها يعني بنية المجزئة. الصوم بلا نية مجزئة يصح؟ لا يصح. فجواب الشيخ رحمه الله على هذا أنها نوت أن تصوم عن الشهر كله، أن صيامها في هذه الأيام التي كانت فيها في الطهر صح. جوابه عن هذا، ما عم بيحكي هون عن امرأة تعتقد أنها تحيض أنه يجوز لها أن تقول أصوم الشهر كل، نويت صوم الشهر كله، ما عم بيحكي عن هذا في جوابه. أنت انتبه للجواب. هلا هذا الذي أقوله لكم الحمد لله هذا هو الصحيح. طيب بما أنه حكينا عن الصوم، واحد كان مثلا في ليلة الثلاثين فما أعلن بعد هل رؤية الهلال أم لا، عم نحكي بغير الحال اللي هلا نحن فيها، ثم نام قبل أن يعرف هل ثبت رمضان أم لا، ثم استيقظ ليلة الثلاثين يعني بيوم 29. بعد ما خلص نهار 29 انتهى النهار، غربت الشمس، صار الليل، هذه الليلة ليلة 30، ما عرف هو. ثم بعد الفجر قيل له قد ثبت أن هذا اليوم هو الأول من رمضان، فقال أنا ما نويت الصوم لأنني ما كنت أعلم أنه ثبت رمضان. فماذا تقولين له؟ أول شيء بتقولي له عند الشافعية دي تمسك، بما أنه ثبت أنه رمضان تمسك عند الشافعية وغير الشافعية، يعني تمسك تمسك ثم تقضي هذا بعد رمضان. وعند أبي حنيفة لك أن تنوي قبل الظهر ما دمت لم تتعاطى مفطرا بعد الفجر، يعني لا أكلت ولا شربت ولا جمعت، ما عملت شيئا ينقض الصوم يفسد الصوم، فلك أن تنوي، وهذا فيه تسهيل. هذا إن كان في هذه القضية اللي ذكرناها، أو إن كان في كل الأيام. عند أبي حنيفة تصح النية في رمضان قبل الزوال، في رمضان في غير رمضان يعني في النفل كمان بتصح النية قبل الزوال، بس مشكل بكل شيء عند أبي حنيفة في رمضان وفي النذر المعين وفي النفل، أما في القضاء لا، في القضاء ينوي من الليل. فهذا فيه تسهيل أن نعلم الناس هذا، وأن نعلم الناس أن النية في الليلة الأولى من رمضان تجزئ عن صوم الشهر كله. هلا نحن نقول اللفظ حتى يساعد على إجراء النية القلبية. إذا واحد قال لكم أنا ما قلت هذا اللفظ الذي قلتموه الآن أنتم، نقول له ليس قصدت في قلبك أنك تريد صوم الشهر شهر رمضان، تكفيك هذه النية. والشخص إذا كان قام ليأكل طعام السحور من عادته من شأنه أنه يكون قام لكي يصوم، وإلا لما وضع المنبه أو قال لأهله أيقظوني قبل الفجر بنصف ساعة مثلا أو بساعة، لأنه يريد الصوم، فهذا القصد هو النية فيكفيه ذلك يكون نوى. طيب إذا واحد في أثناء نهار رمضان نوى أن يقطع الصوم لكن ما أكل ولا شرب، غير رأيه يعني قال أريد أن أقطع هذا الصوم، ثم ولا يجوز له أن ينوي قطع الصوم الفرض هذا رمضان وليس مريضا، ثم غير رأيه. فيها قولان هذه المسألة، قال بعض الفقهاء يعني جوابه صحيح، قال بعض الفقهاء من نوى قطع الصيام انقطع، وقال بعضهم من نوى قطع الصيام لم ينقطع. أما من كان يصلي فنوى قطع الصلاة قطعت صلاته. لذلك أنا أكرر دائما أن الشخص لا يقيس المسائل، يعني واحد مثلا تعلم أن من نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته، فجاء شخص وسأله قال له يا أخي إذا واحد نوى قطع الصيام فكر، قال له الصيام الصلاة ليس له أن يقيس من عند نفسه ويقول هذه كتلك، يقول أسأل من عنده تلق في هذا.
الفقهاء يقولون في أكثر من مذهب يعني اختلفوا في هذه المسألة، وبعضهم قال من نوى قطع الصوم قطع، لكن هو لا يجوز له أن ينوي قطع الفرض ولا عذر له، بلا عذر كيف ينوي قطع الفرض؟ ليس له أن ينوي ذلك. أما في الصلاة من نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته. دائما في المسائل الاحتياط أن يخرج الشخص من الخلاف، يعني إذا كان حصلت منه قضية فيها خلاف هل تفسد هذه العبادة أم لا كصلاة أو صيام، الأحسن أن يفعل ما فيه خروج من الخلاف. وهذا الذي يتكلم فيه الفقهاء أنه الورع، تذكرون لما قلنا ولا يخفى الورع، يشو ولا يخفى الورع والله عن الطلاق بأي مسألة الطلاق شك في عدد الطلقات التي طلقها، يعني كان طلق زوجته ثبت عنده أنه طلق زوجته لكن شك في العدد، فالذي يلزمه قلنا الأقل، وقال ولا يخفى الورع اعتبار الأكثر، مثل قضية من قال لها زوجها إن خرجت من الدار فأنت طالق، قال لها سمعته ثم خرجت ناسية، فشؤلنا قال بعض الفقهاء وقع وقال بعضهم لا يقع، والورع أن تعتبر أنه وقع لأن هذا الخروج من الخلاف، اعتبار أنه وقع هو يكون فيه الخروج من الخلاف. هو المقرر أنا أسأل الله بعد الدرس أنتم تسألون. سمعت لي آية الأحوال قلت لي هاي المسألة شو؟ أي مسألة؟ القطعة من قطعة الصيام. قلنا الورع الخروج من الخلاف، كيف يخرج الشخص من الخلاف؟ لأنه يقضي هذا اليوم. ايه هو من نوى قطع الصيام، هم الفقهاء يتكلمون عمن نوى قطع الصيام، واحد نوى قطع الصيام فهذا الشخص على قول قطع فسد صومه، على قول لم يفسد. طيب يا ليان اذا واحد سألك اريد ان اصلي الظهر هل يلزمني نية الفرضية ام يكفي ان اقول في النية نويت ان اصلي الظهر؟ فيها قولان، قلنا فيها وجهان هذه المسألة. قال بعض الفقهاء من الشافعية يلزم أن ينوي الفرضية، وقال بعضهم لا يلزم، ونية الفرضية لا تلزم، فشو الأحسن هون؟ أن ينوي الفرضية حتى يكون خرج من الخلاف. أكثر الناس مثل ما قال سيدنا علي، قال سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، يعني بفيقوا بعد ما يموتوا بعد فوات الأوان، لأنه نحن ما نتكلم فيه فقه وعلم دين، وهذا شيء يحبه الله والرسول. أكثر الناس تركوا هذا. أي مجلس اليوم في الغالب، أي مكان تذهبون إليه، مستشفى، نادي، حديقة، طريق، دكان، الناس في أي شيء يتكلمون في أمور الدنيا ولا يتذاكرون أمور الدين، أصلا لا يتعلمون في الغالب. حدثني رجل، أخبرني رجل من يومين أظن، قال لي ركبت في سيارة أجرة سيرفيس في رمضان الماضي أظن، فتكلموا عن الصوم، فقال له سائق السيارة، قال له أنا أكثر أيام رمضان ما بصح صيامي والعياذ بالله من الجهل، قال له ليه؟ قال له بمشي كتير بالسيارة بقطع لي أمراش 30 كيلو فبيفسد صومي، كلما مضى مدة نسمع عجيبة، كلما مضى مدة، قال له أنا بقطع بالسيارة 30 كيلو بقلب بيروت، قال له فبيفسد صيامي. فحدثت بهذا رجلا من إخواننا اليوم، قال لي بيعمل في التجارة، قال لي قلت لتاجر جاهل يظن أنه يعلم يعني، قال له أريد أن أخذ بضاعة إلى الجديدة، بتعرفوا الجديدة؟ قال له زرحت معك بيفسد صومي لأنها محافظة أخرى. الجديدة بتعرف واحد ورايح من هون لجديدة كأنه بقلب بيروت أصلا يعني. قال له هذه محافظة جبل لبنان فيفسد صومي، كلما مضى مدة نسمع عجيبة، عجيبة من العجائب. هذا اليوم حدثني بها، أقول لكم حتى تعرفوا كم صار كثير من الناس غرقا في الجهل، غرقا في الجهل، يزعم أنه إن انتقل
إلى محافظة أخرى. يعني هلأ إذا الدولة قررت ضم محافظة جبل لبنان إلى محافظة بيروت على زعم يبقى الصوم صحيحا، ما هذا الكلام؟ أيام الرسول، أيام الصحابة، أيام الشافعي كان في محافظة جبل لبنان، محافظة بيروت. هيك قال له، قال له لأنه نكون انتقلنا إلى محافظة أخرى، هذا دين جديد، هذا الكلام الذي يقوله دين جديد. كيف نحمي هؤلاء؟ بأن نعلمهم بعلم الدين، هكذا يحفظون. لكن هم أهملوا أنفسهم، إذا مرض أحدهم بمرض يزعجه يمشي بين الأطباء ولو اقترض المال حتى يتداوى، ولا يداوي هذه العلة، هذا الدرن الذي فيه لا يريد أن يزيله، هذا الفساد الذي فيه، لأنهم كما قال شيخنا رحمه الله جعلوا علم الدين كأنه فضلا وراء ظهورهم، يهتمون لأمور الدنيا لا يهتمون لعلم الدين. طب إذا واحد يا ليان قال لك أنا أعتقد والعياذ بالله من فساد اعتقاده، قال لك أعتقد أن الله جالس على العرش لقوله الرحمن على العرش استوى، كيف تجيبين عن هذا؟ القرآن لا يتناقض، كلام جيد صحيح. الله تعالى قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، والله يقول ليس كمثله شيء. أنا أكرر بعدك حتى يسمع الذين هناك، وهذه الآية محكمة، ليس كمثله شيء هي آية محكمة، وهي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذه آية الرحمن على العرش استوى آية، وليس كمثله شيء آية، تلك متشابهة وهذه محكمة. نعم، معنى ليس كمثله شيئا أن الله تعالى لا يشبه شيئا البتة، معنى ليس كمثله شيئا أن الله لا يشبه شيئا البتة، صحيح. عند القول أن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله جالسا على العرش، شبهنا الله تعالى بكثير من نحن، هو مشبه. فمن يقول الله جالس على العرش شبه الله تعالى بكثير من خلقه، يعني على زعمه صار لله أمثلة لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لأن البقر يجلس، البقر يجلس، الإنسان يجلس، بقية البهائم كثير منها يجلس، هو جعل لله أمثالا لا تحصى والعياذ بالله بقوله الله جلس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالتوفيق يكون بين الآيتين بأن هذه الآية هي آية متشابهة، فمعنى استوى، استوى في اللغة لها أكثر من معنى، يعني لها 15 لها أكثر من معنى، استوى في اللغة لها أكثر من معنى، لها 15 معنى، منها ما يليق بالله ومنها ما لا يليق بالله. أيوة، من معاني استوى ما يليق بالله، ومن معاني استوى ما لا يليق بالله، فحملها على ما يليق بالله ليس على ما لا يليق بالله، لأن ذلك يؤدي إلى أن القرآن متناقض إذا حملها على ما لا يليق بالله. ثم العرش حادث والله كان قبله، فكيف على مقتضى كلامهم الله لما خلق العرش تغير لأنه صار جالسا عليه؟ يعني على قول المشبهة الوهابية ومن وافقهم، إحداث الله للعرش غير في ذاته وفي صفته، أنه صار جالسا عليه بعد أن لم يكن جالسا على مقتضى كلامهم. الله سبحانه وتعالى خلقه للخلق لا يغير في ذاته شيئا ولا في صفته شيئا، فإحداث الله للعرش لم يغير في صفة الله شيئا ولم يغير في ذات الله شيئا، لأن التغير أقوى علامات الحدوث، والحدوث لا يجوز على الله، لأنه لو كان حادثا لم يكن خالقا، الحادث لا يخلق، الحادث لا يخلق، الله خالق فهو ليس حادثا، ولا يجوز عليه الصفات الحادثة. الرحمن على العرش استوى إخبار عن أن الله خلق العرش وهو قاهر، والحكمة من ذلك أن يفهم أنه قاهر كل شيء، لأن العرش هو أكبر جسم خلقه الله تعالى، الله لو شاء لخلق أكبر منه،
أوسع منه. هو له امتداد لكن إلى حد ينتهي إليه، ليس له امتداد بلا نهاية. المخلوقات، هذه المخلوقات محدودة، المخلوقات محدودة لها حد، فهذا العرش محدود له حد، هذا العرش الله جعله على هذا الحد، لكن جعله أكبر جرم، أكبر حجم، خلقه الله هو العرش. ثم فوق العرش لا يوجد كما يدعي المشبهة جسم حي قدير عالم مريد، إنما يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، وكتاب مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الوهابية المتحذلقين صاروا يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان، يعني على زعم نوافقكم، يقال لهم لا، فوق العرش يوجد مكان بدليل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الكتاب جسم مخلوق له حد، له حجم، يأخذ حيزا من الفراغ، والحيز من الفراغ ما هو؟ المكان، يعني له مكان. أين مكانه؟ فوق العرش، يعني فوق العرش يوجد مكان. لذلك نحن نقول ونردد هذه العبارة الحلوة الجميلة من جواهر التوحيد، عظمة الله أنه لا يشبه شيء. هذه علموها للصغار والكبار، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا. على زعم الوهابية عظمة الله أنه جالس على العرش، والعياذ بالله. أليس كثير من العوام يعتقدون ذلك؟ وإذا أرادوا أن يسألوا الله على زعمهم ينظرون إلى فوق، على معنى أنهم يخاطبون الله الذي في جهة فوق، يقولون نكلم الله الذي في جهة فوق. الله خالق الجهات، كيف يكون في جهة من الجهات؟ لا يجوز عليه ذلك، الله خالق الجهات. لذلك لما كنا نعمل كتب السلسلة للصغار نكتب فيها مثل هذه الكلمات التي تنغرس في قلب الولد الصغير الطفل، ينفعه لمعرفة هذا التنزيه. الله خلق الإنسان، الله خلق الملائكة، الله خلق الجنة، الله خلق السماء، الله خلق الأرض، الله لا يشبه شيئا من خلقه. هكذا يعني يعلم الصغير، كان في كتاب الصراط المستقيم سميناه للأطفال، كان يدرس فيه أحبابنا للصغار. حتى إن بعض الوهابية دخل مسجدا مرة فسمع واحدا من أحبابنا يدرس يقول للأولاد الله يسمع بلا أذن، الله يرى بلا حدقة، فاعترض عليه، قال له لما تقول بلا أذن، لما تقول بلا حدقة؟ فأخبرني، فقلت للشيخ عبد الله رحمه الله، فقال لي قل له الذي يسمع إما أن يسمع بحدقة، بأذن، بآلة، أو بدون آلة. الله سبحانه وتعالى خالق الجوارح، خالق الآلات، خالق الآذان، خالق الحدقات، فماذا يقال عن الله؟ يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى، ويرى بلا حدقة ولا آلة أخرى، لأن الذي يرى إما أن يرى بآلة أو بدون آلة. الذي يرى بآلة ماذا يكون؟ يكون مخلوقا. الذي يسمع إما أن يسمع بآلة كالأذن مثلا أو بدون. الله خالق الآذان، خالق الآلات، خالق الجوارح، فيسمع بلا آلة، بلا أذن ولا أي آلة أخرى. يعني فكلامنا هذا يدخل في شرح الآية ليس كمثله شيء. إذا واحد قال لكم هذا التوسع في الشرح، حين نشرح للناس الله لا يشبه الشمس، لا يشبه القمر، ليس كمثله شيء، شرح ليس كمثله شيء، الله يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى، شرح ليس كمثله شيء. أي واحد يعني حاول أن يعترض عليكم، قالكم أنتم بتقولوا قال علي كان الله ولا مكانه، والآن على ما عليه كان، ليس لها إسناد إلى علي متصل، تقولون هذا شرح ليس كمثله شيء. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، إذا قال لكم ليس لها إسناد متصل إلى علي، هذا من شرح قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو شرح صحيح، فلا يعاب علينا ولا يعترض علينا، هذا نسبه العلماء إلى سيدنا علي وهو كلام صحيح. يعني إذا قلنا قال علي، وعلي يقول هذا، أليس الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ هذا
لما نقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم يفعلون هذا للتشويش على الناس، يقولون لهم هل ورد ما تقول أنت؟ علمتم، أظن علمتم أنهم عملوا أسبوعا الاحتفال بمحمد بن عبد الوهاب، أسبوع احتفال بمولد محمد بن عبد الوهاب، أسبوع يوم ميلاد الرسول، يوم مولد الرسول لا يرضون أن يحتفل به، يقولون لا يجوز. أما لمحمد بن عبد الوهاب عمل أسبوعا، سموه أسبوع محمد بن عبد الوهاب. أحب الخلق إلى الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتفل بمولد رسول الله ويحتفل بمولد ذاك. ووضعوا ثيابه في متحف، واحد دخل قال أنا كان صار يبكي، قال من التأثر من رؤية سروال محمد بن عبد الوهاب. طب وآثار الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تنكرون على الناس أن يتبركوا بها؟ ما هذا الإنكار؟ هذا إنكار في غير محله. ليش ثابت البناني كان لا يترك يد أنس حتى يقبلها، يقول له يد مست رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف واحد يقول أنت الله يسر لك ما لم ييسر لي، فأنا أتمسك بك لأنك أنت الله يسر لك أن مسست يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقبل عينه ويقول هذه عين رأت رسول الله، يعني الله أكرمك أعطاك شيئا لم يعطني، فأنا أقبل هذه العين التي رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما فعله المسلمون بعد وفاة الرسول من مس قبره وتقبيل قبره، لأنهم ما كان لهم هذا الشرف العظيم بأن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسوا شيئا من جسده، فصاروا يمسون قبره وصاروا يمسون عباءته وصاروا يتبركون بشعراته صلى الله عليه وسلم. وهذا الهدي أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ليش اعتنى الصحابة بشعرات الرسول؟ لما اعتنوا بعصا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بقيت إلى الآن في اسطنبول؟ عصا الرسول وقوس وسيف الرسول، لما هذه العناية؟ لأنه شيء يعتنى به، لأن الرسول مسه عليه الصلاة والسلام. هم أولئك عمي القلوب، قلوبهم عمياء، لا يرون الحق حقا، ينكرون على المسلمين. ثم انظروا ماذا يفعلون، أسبوع لمحمد بن عبد الوهاب ويوم مولد الرسول لا يرضون به صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هو أعظم نعمة يؤتاها الإنسان الفهم الصحيح، لأنه بالفهم الصحيح يعرف العقيدة الصحيحة، يفهم يعرف العقيدة الصحيحة، يعرف الإيمان بالفهم الصحيح يعرف الإيمان. أما من حرمه الله تعالى الفهم الصحيح لا يعرف. بالنسبة لزكاة الفطر، لأنه جاي رمضان، في مذهب الإمام أبي حنيفة هذه الزكاة، زكاة الفطر، الشخص تلزمه عن نفسه وعن أولاده الصغار الفقراء، حتى الأولاد الصغار الأغنياء يدفعوا الزكاة الفطر من مالهم، لأن الصبي قد يكون غنيا بمال ورثه من أمه، مثلا أبوه حي أمه ماتت فورث مالا. فهنا في مذهب أبي حنيفة حتى تعرفوا لا تلزمه عن هذا الصبي الغني، يدفع له من ماله، ولا تلزمه عن زوجته. لذلك في السنة الماضية كررت كثيرا أن الذي يريد أن يدفع زكاة الفطرة عن زوجته بإذنها يدفع، وعن أولاده الكبار كذلك. وأما أولاده الصغار الذين هم تحت نفقته ما عندهم مال، فهؤلاء يدفع عنهم أيضا. فإذا يدفع عن نفسه. لما كررت هذا؟ لأننا لا ندفع على مقتضى المذهب الشافعي، ندفع العملة الورقية، ندفع القيمة، ودفع القيمة هذا في مذهب أبي حنيفة، حتى يتنبه لذلك. يعني إذا كان الشخص غفل عن أمر سنين ثم عرف الحق يبقى على الغفلة، لا يصلح هذا الأمر. فإذا
سألت شخصا من في المذهب الحنفي قال إذا أعلمها بعد ذلك كفى، يعني قال لا قد دفعت عنك زكاة الفطر. هذا شخص عنده علم في المذهب الحنفي، الشيخ عبد الله رحمه الله كان قال لي سأله. فإذا بدكم اكتبوا هذه المسألة عندكم، يقول في اللباب، هذا اللباب كتاب في المذهب الحنفي، لا يدفع المزكي زكاته، لا يدفع المزكي زكاته إلى ولده وولد ولده، كمان هي مهمة، لأنه بعض أحبابنا أعطى الزكاة اللي هي القيمة العملة الورقية، مش لأنه تعرفوا حتى في زكاة التجارة يدفع الذهب أو الفضة، لا يدفع بضاعة، لا يدفع قيمة، فبعضهم كان يدفع لأولاده الذين هم فقراء، لكن هذا المذهب الحنفي لا يدفع المزكي زكاته إلى ولده وولد ولده. قلت لكم لا يدفع إلى الأصول كمان، يعني لا يدفع إلى أبيه ولا يدفع إلى أمه. قلتها لكم قبل هذا، الذي يريد أن يكتب يكتب. إذا كان الشخص يريد أن يأخذ بمذهب الشافعي وكان والداه معسرين، هو يجب عليه أن ينفق عليهما، كيف يعطيهما الزكاة؟ يجب أن يكفيهما بالنفقة، فينفق على أمه الفقيرة وعلى أبيه الفقير، لا يدفع لهما الزكاة. وكمان بالنسبة لقيمة الزكاة حتى تعرفوا، لأنه الصاع الحجازي عند الشافعية 5 أطار و3 والرطل 128¼ درهم. بدكم تكتبون اكتبون مهمين هذول. الصاع الحجازي عند الشافعية 5¾ والرطل 5¾ والرطل 128¼ درهم. هلأ أنا بطلب إذا واحد منكم محاسب أنه يعمل لي الحساب تبعه، أو أستاذ الرياضيات. يعني وزن الدرهم كلكم تعرفوا وزن الدرهم، أخذتوه بالمختصر لما أخذناه أول ما أعطانا الشيخ رحمه الله. وزن الدرهم 50.5 حبة شعير، هذا كلكم سامعينه. الدرهم وزنه 50، أنا أقول كلكم بظني يعني 50.5 حبة شعير، وأظن شرحت لكم مما أخذته من شيخنا رحمه الله بعد أن يؤخذ منها ما دق وطال، حبة المتوسطة، لأنه بتعرف حبة الشعير بيكون فيها رأس من هنا إلى طرف من هنا، فالاعتبار بهذه الحبة المعتدلة ويؤخذ منها ما دق وطال، لأنه عم نحكي هون إذا لاحظتم وزن، يعني حتى نعرف كم وزن هذا الرطل، كم وزن الصاع، من بدنا نعرف نحن وزن الصاع لما بدنا نحكي قديش بدنا ندفع. فكمان بعلم الشيخ رحمه الله أخبرته، قال لي بخط بكفي، لأنه قال لي كفك معتدلة القمح، عم نحكي هلا اللي عملته بالصاع بالقمح، فطلع 1650 جرام الصاع من القمح، خلينا نقول تقريبا، لأنه نحن قد يكون قد يعني زدنا قليلا أنقصنا قليلا، فمنقول تقريبا اللي عملنا نحن. وزن الدرهم 50.5 حبة شعير، 1650 جراما تقريبا، يعني الصاع هلا ما عم بيحكي عن الدرهم، 1650 جراما تقريبا. عم تكتبوا هيك؟ هلا هذا ما بدنا نحسب له حساباته، لانه خلص طلع معنا 1650 جرام، لانه هذا عملناه كما قلت لكم. يعني ما بصير بواحد يعملها ونجيب كيلو 650 جرام يعطيها لفقير، بس بدك تلاقي فقير يقبلها. يقبلها. هاي ليس صعبا.
بعدين بدنا ندفع القمح مش خبز. القمح في أكل اسمه أمحية هون بطلوا يأكلوها. لذيذة ما وتغذي. أمحية بسكر لذيذة. بياخذ القمح خلص بياخذ ياخذ القمح. طيب عند الحنفية نحن هلا الذي نهتم له الآن مسألة شو قلنا القيمة وبدنا نشوف الحنفية شو بيقولوا. عند الحنفية الصاع العراقي شفتوا لاحظتوا هنيك شو قلنا الصاع حجازي. الحنفية شو قالوا الصاع العراقي. قلت شيخ الصاع الحجازي عند الشافعية اي نعم هلا الصاع العراقي وهو 8 أرطال وهو 8 أرطال لاحظتوا هنيك شو قلنا 5 أرطال وثلث هلا والرطل هنيك قلنا 128.4 درهم هلا والرطل 130 درهما والدرهم 70 حبة شعير هلا هاي بدها واحد يشتغل بالمحاسبة يعمل لها حسابات بهذه القاعدة الثلاثية وهدول هلا نحن هاي الحسابات اللي عملناها بس مشان إذا فيها خطأ تقولوا لنا 4000 بيطلع 4000 اللي عم نحكي عن الصاع العراقي عند الحنفية 4290 جراما تقريبا. إني قديش بيقولوا من القمح قديش بيقولوا نصف صاع من القمح بيقولوا إنه نصف صاع من القمح. إحنا منقول في مذهب الشافعي صاع من غالب قوت البلد هم يقولون نصف صاع من القمح وصاع من التمر أو الشعير. هلا أقول لكم يوم نصف الصاع إذا قسمته ال 4290 قديش بيطلع نصه؟ 2145 في أنا أظن في خطأ بالحساب لأنه طلع معنا نحن هذا واحد عاملهم الحساب رجعوا احسبوها طلع معنا نصف الصاع على الحساب اللي أظنه هو الصحيح 3471 جرام في خطأ أظن بالحساب. شيخ أنت حبة وزن حبة القمح نحن قلنا قديش الصاع من القمح 1650 لا بس انت عم تقرر بالاخر انه الحبة شعير ولا لا بلا ما انت هون بدك تجيب قديش الوزن من معرفتك بال 1650 جرام من هنيك بدك تطلع نجعجوع ايه انت نحن اللي عرفناه كم هو الصاع عند الشافعية بالقمح 1650 جرام هذا عرفني فانت قسم بقى ليطلع عندك قديش حبه الشعير الحبه بترجع تعملهم على ما قاله الحنفيه اظن حيطلع مختلف عن الرقم الاولاني واحد يخدمنا فيها يلا شيخ يعملها بارك الله فيك بس يعملها عمله حتى ما يطلع فيها خطا بعد في شيء بدنا يعني بدنا اقولكم اياه بهالموضوع إذا واحد عنده زيتون شجر زيتون بسيتين فيها زكاة؟ فيها قولان الزيتون في زكاته قولان. الحنفية شو بيقولوا؟ كله في زكاة عند الحنفية كل النباتات كلها حتى الفواكه عندهم فيها مش مثل الشافعية بيقولوا التمر والزبيب والزروع المقطعة حالة الاختيار يختلف عندهم. عند الحنفية نقول شو العبارة كل جيب لك يا عبارة ضربة تكبوة مثل ما نقولوا ما تكبشي هلا بس انه في الزيتون فيه وفي الخضروات فيه كمان عندهم خضروات يعني الخس والبقدونس عندهم هيك شو
العبارة اللي كنت بدنا أقلكم إياها إن شاء الله لما تجوا على المسجد حدا طلع معه الحساب؟ 3476 جرام صاع. هذا أظن لا نصف الصاع نص. عم تحكي هلا نحن عم نحكي على المذهب الحنفي. الصاع العراقي 8 أرطال والرطل 130 درهم والدرهم 70 حبة شعير. وعرفتي من ال 1650 جرام قديش بيطلع الوزن الحبة؟ هونيك كمان ضربتهم ببعضهم قلناهم القاعدة الثلاثية بيطلع على 3476 بيطلع 3476 الصاع ولا نصف الصاع؟ إذا عم تقولي الصاع غلط بيكون. لا. طب خلينا نهلل وحسبوا عمال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى